في ظرف 6 سنوات فقط عمر الحاج خليفة بن شهرة هذه الأرض السهبية بمنطقة أم جحاف بعين الذهب على الحدود مع ولاية الأغواط، وأنشأ عليها مزرعة عصرية أعطت خيراتها من كل أنواع الثمار. أعطونا 50 هكتار صحراء قاحلة، كنت دير لها النيفلاس بس سقمتها بس أصلحت العرض وريطرو وصارجير وتركتورات وكماين بس أصلحتها. أيوه من بعد قمصيت الإنتاج فيها، كنت نجيب الماء على 30 كيلومتر بس صدقت هذا الشجرة وبهبنيت وعندي 7 هكتارات ونص 6 زيتون و1.5 هكتار تاع فاكهة، وعندي 8 هكتارات تاع فصة. العام اللي فات درنا ديجا درنا منه غير 10 هكتارات قمح، أعطانا 50 قنطار في الهكتار دفعناها. الدولة مستمرة في دعمهم في المجالات التي تتجاوز إمكانياتهم خاصة الطاقة. التريسيتي ما عندناش، رانا نخدموا بلي جروب، ما غير كهرباء ما نحوسوا حتى على شيء، كل شيء عندنا الحمد لله يا رب. على مستوى ولاية تيرت كمرحلة أولى تم إحصاء 498 مستثمرة فلاحية معنية بهذه العملية المتعلقة بإيصال الكهرباء إلى المستثمرات، ومن بين هذه المستثمرات المعنية هذه المستثمرة اللي نحن موجودين بها اليوم. ولاية تيارت المشهورة بزراعة الحبوب تتوجه لحجز موقع لها في إنتاج الفواكه والخضروات.